كيكه بالجزر، جزر موجود كتير قوي وسعره حلو وقد ايه هو مفيد. طيب تعالوا بسم الله. عندي ايه؟ عندي خلاط، حاجه مهمه عندنا كلنا ان شاء الله. عندي جزر قطعته وسلقته مع حبه سكر اهو ماشي، قطعت قطيعه مش مهم هي ايه، انا مقطعه وخلاص وسلقاه مع شويه سكر حلو، حطهم في الخلاط. دول حوالي كوبايه، حتى السكر كرملته شويه الاول يعني مش عايزه تكرمليه ما تكرمليهوش يعني، طبعا بسيبيه يبرد تماما. عندي تلات بيضات، كوبايه عصير برتقال، نص كوبايه من السمنه، كوبايه من السكر، كوبايتين من الدقيق، بشر برتقال. حلو ده كده الايه اللي هو الكيكه العاديه. في وش هنحطه للكيكه وهو عباره عن كوبايه عصير برتقال، كوبايتين من السكر، كوبايه عصير برتقال حسب الحاجه يعني هاخد منها، وكوبايه من الجزر المبشور ناعم. كل ده انا هوريهولك واحنا شغالين فيه واحده واحده، بس الاول نعمل الكيكه. هنجيب صينيه مناسبه للمقدار ده، ديت مقاس نقول كده 24، دي مقاس 24. حلو، هندهنها بالسمنه او بالزيت. ندهنها حلو قوي كده. هنتو جهزت، اجيب بوله، ممكن نجيب حاجه ايه نشتغل براحتنا ونجيب حاجه كبيره. هنجيب بقى هنا طبعا المقادير، الكيك بنقسمها زي ما احنا عارفين، هنا كوبايتين الدقيق حلو، باكو بيكنج باودر كله، باكو بيكنج باودر كله 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 على كله. وانا ليه بتقلب بسرعه كده يا ولاد؟ دي شكلها معلقه ومش كبيره كمان، طب مالي ما علينا. هنحط ايه؟ كربوناتو ماشي، يبقى ممكن تكون معلقه صغيره كربوناتو ومعلقه صغيره بيكنج باودر. ممكن يعني لو ما عندكش زي كده حصل لي دلوقتي، انا بحب احط باكو كله، فما فيش باكو كله اعمل ايه؟ احط له بداله الكربوناتو خلاص، ورشه الملح. هنا بقى حطيت ايه كده؟ هنا ده الايه؟ الحاجات الناشفه لوحدها، النواشف لوحدها اللي هي كوبايتين الدقيق، حطي باكو بيكنج باودر وحطي رشه الكربوناتو ورشه الملح. هنا بقى في الجزر اللي هو حوالي كوبايه وحوالي او اكتر شويه مش مشكله قوي يعني، وعليها هنا انا سلقاه شويه سكر، ودي سكر كمان، كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، كوبايه عصير برتقال الا شويه، ثلاث بيضات، بشر برتقال معلقه كبيره. تقولي ما حطيتش فانيليا ليه؟ عندي انا عندي بشر برتقال مش مهم. بسم الله. ومعلقه الخل. مهمة معلقة خل. تمام، هاخد بقى كل المكونات دي وهقول لكم تاني ايه اللي في الطبق وايه اللي في الخلاط. هنا عندي اللي دلقته ده في الخلاط، ده جزر مسلوق، جزر ايه؟ مسلوق، كوباية جزر مسلوق، يعني خدت كوباية من الجزر كده المسلوق حلقات او مقطع او اي حاجة يعني، وعليه شوية سكر وسلقتهم بشوية مية خلاص. بعد كده بعد ما السلق استوى يعني، حطيته في الخلاط، حطيت عليه كوباية من السكر، كوباية من عصير البرتقال، نص كوباية من السمنة، والايه وتلات بيضات ومعلقة بشر برتقال. بنكتب او تصوروا المقادير بقى زي ما انتوا عايزين. حطيت على كوبايتين من الدقيق، باكو بيكنج باودر،
نص معلقه من الكربوناتو ونص معلقه من الملح صغننين طبعا، مع باكو بيكنج باودر، ونقلب بقى ده كله مع بعضه كده. بص الجزر ده لونه حلو ازاي، احنا عارفين ازاي قد ايه الجزر مفيد. نحطها بقى كده، بسم الله. صينيه مدهونه بالسمنه او بالزيت كويس قوي، والفرن شوفوا مسخناه من امتى، يعني كمان مسخناه من قبل الحلقه يعتبر عشان ما نسهوش يعني، ويعني تسيبيه يسخن كده قولي حبه كتيره يعني نص ساعه مثلا ولا حاجه. لازم يخش الكيك على الفرن يبقى سخن سخن، اقلها 20 دقيقه مثلا. نسوي كده الوش ده بس كده عشان تبقى ايه متساويه، وهدخلها الفرن هتقعد لها حوالي 40 دقيقه يعني على اخر البرنامج ان شاء الله تكون استوت، ما معيش نسخه اصلا. بدخليها في الفرن من جوه قوي عشان تاخد كل السخونيه مره واحده. معانا بقى هنا الايه، سكر بودره، جزر مبشور رفيع قوي قوي كده، شايفين شكله ايه اهو، ومعايا كوبايه من الايه عصير البرتقال. نعمل الصوص عشان نسيبه يتنقع شويه على ما هي تستوي، يكون هو اتنقع، وطبعا هسيبها تبرد شويه قبل ما انزل عليها الصوص ده. هحط هنا حوالي كوبايتين من السكر، ماشي، كوبايتين من السكر البودره، وكوبايه من الجزر المبشور ناعم بالشكل ده، شايفين ناعم قوي، يعني عارفين ان مبشره فيها جزء بيبقى للبصل كده تخين شويه وفي جزء ناعم، هو تعملوها بالجزء الناعم. نقلبه كده مع السكر، نديها عصير برتقال شويه شويه مش كتير خالص، بس جهزي جنبك كده كوبايه مش هتخسر يعني، اشرب الباقي عادي. بصوا بظبط بس الايه الجزر اللي مع السكر البودره وشويه عصير البرتقال اللي حطيتهم فقط لا غير اهو بالشكل كده، تقيله كده تبقى تقيله كده. نبص على الكيك، ربنا يستر، بسم الله. فما اقلبهاش سخنه كده خالص خالص على فكره، يعني لازم تهوى تبرد وبعدين اقلبها. يلا احنا ورزقنا بقى. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحمد لله، هو كده ما بيجوش غير بالضرب. الله يبارك فيك يا فندم، تسلم يا رب. ناخد بقى الايه الوش كده برضه، ده المفروض لما تهدى، بس معلش عشان خاطر عيونكم ننزل عليها كده الايه يعني، المفروض كل ده يحصل لما يعني ما اقلبهاش بالصينيه غير لما تبرد، ما احطلهاش الصوص غير لما تكون بارده.